ينضم إلينا من بنغازي مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب. عميد خالد صباح الخير. من الجانب التركي أكد ما أشرتم إليه حول مقتل وسقوط عدد من الجنود الأتراك في ضربة للمدفعية على مطار معيطيقة، لو تعطينا مزيد من التفاصيل حول تفاصيل هذه الضربة والخسائر الناجمة عنها. في الحقيقة أولا لابد أن نشير إلى أن الأتراك والمجتمع الدولي يشاهد كل يوميا الخرق الذي يحصل من الميليشيات ومن الأتراك في إحضار الأسلحة والمرتزقة وتوجيه ضربات لقواتنا بشكل مستمر، وفتح نيران على مراكز تمركزات أو مواقع تمركزات قواتنا بشكل يومي. وتحدث سيادة القائد العام المشير أركان حرب خليفة بن قاسم حفتر منذ أيام بأن صبر وقد ينفد صبر القوات المسلحة على هذه الانتهاكات، وأصبحنا ملزمين أن نرد على مصادر النيران أو على الأماكن التي تخرج منها الطائرات المسيرة. بالأمس طائرة مسيرة ضربت عائلة بيت بالكامل، تم قفله، 5 شهداء بآلياتهم تم حرقها، سنوافيكم بالصور إن شاء الله اليوم، وأعتقد أنها انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي. هناك ضربات مدفعية مستمرة، هناك ضربات بالهاون، لا بد من الرد على مصادر النيران وإسكاتها. كان من بين مصادر النيران الطائرات المسيرة وما يحدث فيها معتيقة. تم بالأمس استهداف موقع للطائرات المسيرة والمستشارين والغرف العمليات التي تخرج منها. أيضا تم تدمير عدد 2 رادار. قواتنا أصبحت ملزمة بأن ترد على مصادر النيران. نحن لم نخرق كما هو معروف يعني وقف إطلاق النار، ولكننا مضطرين أمام ما يحدث يوميا. بالأمس أيضا أول أمس كنا في زيارة للجعافرة، منطقة في محيط طرابلس، تم توجيه صواريخ على المواطنين، يعني استهدافات للمدنيين بشكل مستمر في قصر بلباشير. أيضا مستهدف. نعم. يعني عندما تتحدث أنه اليوم بتم ملزمين للرد على مصادر النيران، هل نفهم أنه يتم التحضير لأي عمل عسكري جديد؟ هل باتت نقاط الوجود التركي مكشوفة فعليا للجيش الليبي؟ طبعا لابد. نعم. وطبيعة الرد كيف ستكون؟ نعم، لابد أن نشير إلى أن كل تمركزات الميليشيات وكل تمركزات القوات التركية موجود تحت يعني مرمى نيراننا، خصوصا نيران المدفعية، وكان الضرب في أي مكان. وهذه مسألة معروفة ومحسوبة، لأن ما تبقى داخل طرابلس هو كيلومترات. نحن داخل طرابلس، عندما أقول لك أنني تجولت في صلاح الدين أو تجولت في عنزار، أو هي مسألة كيلومترات، 2 كيلومتر 3 كيلومتر على قلب العاصمة على أبعد تقدير. بالتالي كل ما يحدث داخل طرابلس أو كل مواقع المتمركزة فيها الميليشيات وأيضا القوات التركية من المستشارين والمرتزقة هي في مرمى نيراننا بدون شك. نحن التزمنا بوقف إطلاق النار وملتزمين به حتى الآن، لأننا لو قررنا خرق وقف إطلاق النار فإن ذلك يعني دخولنا إلى ما تبقى من كيلومترات في طرابلس. طيب، تتحدثون عن 4 كيلومترات، ولكن كيف يتم تأمين المناطق التي تمت السيطرة عليها تحديدا، وكيف يتعامل أيضا سكان هذه المناطق مع وجود الجيش الوطني الليبي فيها؟ بإمكان أي مراقب أو صحفي أو أي مراسل أن يطلع، ونحن يعني بشكل مستمر نقوم بتصوير المناطق التي تتواجد فيها القوات المسلحة، الحياة فيها طبيعية ما عدا التي تصل إليها نيران هؤلاء المفرقة والميليشيات الذين طبعا نخاف على السكان أن يتم استهدافهم. وفعلا حتى المناطق البعيدة والتي مفترض أن لا تصل إليها، يعني 25 كيلومتر في الجعافرة تبعد عن الميليشيات يتم استهدافها بالصواريخ، هذا بشكل مستمر، يعني بشكل أعتقد لم يتوقف توجيه القوات أيضا الإيراني لقواته بشكل يومي. نحن الآن يعني نضع ذلك أمام العالم. المسار السياسي طبعا الذي يهدفون إليه الإخوان هو نتيجة فشلهم العسكري ونهايتهم عسكريا على الأرض. بالتالي هم الآن اتجهوا إلى محاولة كبيرة مع المجتمع الدولي والبكائيات التي نسمعها للمجتمع الدولي، بحيث أن يتم اتخاذ مسار سياسي، وهو في الحقيقة إذا لم ينطلق من باب تفكيك الميليشيات والشروط التي أجمعت عليها القبائل الليبية في مؤتمر القبائل، وما تريده
وما يرده الشعب الليبي والذي تحققه القوات المسلحة الآن، إذا لا بأس، يعني لا جدوى من كل ذلك. تماما، يعني تابعنا تعثر المسار السياسي، المفاوضات الأخيرة في جنيف، اللجان العسكرية التي أيضا تعثرت، وتحدثتم بأنه بضعة كيلومترات تفصلكم عن السيطرة في طرابلس. هل يمكن القول أنه اليوم الحسم العسكري بات أمر لا مفر منه في هذه المواجهة؟ نحن نملك قرار الحسم العسكري بكل تأكيد في أي لحظة. فقط أريد أن أشير إلى أن أعداد القتلى، وردتنا معلومات أنه قد تزايد، أنه ليس حوالي 10 ولكنه أعتقد فات 15 قتيل من القوات التركية، وربما يكون أكبر، لأن هناك تكتم شديد خسائر الضربة التي وجهت إلى هذه الغرفة. يعني كان في، لا أعتقد أنه لم يعد لدينا متسع من الوقت. شكرا جزيلا لضيفنا من بنغازي، مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب. شكرا جزيلا لك.